جامعه باب برد بالنسبه يعني بزاف المعاناه كنعانيو منه بالنسبه للطريق ما كايناش يعني الطرق مره ما كاينينش وبالنسبه يعني الكامبوز ولا شي حاجه زايده المهم كيعدلوا لنا داك الشيء ولكن كيعدلوا ناقص ما كيعدلوش داك الشيء مضبط فهمت كيفاش يعني بالنسبه للطريق كيعدلوا لنا الطريق ما كيعدلوش يعني بالنسبه كيعدلوا المهم داك الشيء يعني عيب الواجهات يعني نقول لك بالنسبه كيوصلوا لنا واحد المقدار يعني الفلوس كيعدلوا بها الطرق هذوما وما كيكملوش بالنسبه لا للطرقان لا الكامبوات يعني داكشي كامل ما كيكملوش بالنسبه دابا حنا عندنا الطرقان هنا يعني الطرقان بالاحياء الشعبيه يعني ما فهمتي قالوا لنا يعدلوا بشحال هذه وباقيين هذيك فهمتي كيفاش وبالنسبه للكامبوات يعني ما كاين والو يعني الكامبوات يعني يعدلوا واحد يعني بجهه هنا واحد اللي كاين وانت تحت ثاني يعدلوا شي قال لك بيعدلوا شي حاجه تما الالعاب اللي صغارين ما باقي ما شفناه يعني كملوا عدلوا داكشي وما كملوش عليه المنطقه هذه يعني معروفه بزراعه قنب دينتي ويعني يعني كي كاين نفس الوقت تهمش يعني بزاف د الحاجه وكنشوفوا كنطلبوا من المسؤولين يعني يشوفوا مدى انتجاد المنطقه هذه ويحاولوا يجبرونا البادي حنا مكرناش نزوروا البادي على هذا الكيفه ديال القنب دينتي بزاف د الحاجه ما مكرناش كان التقنين يعني تقنين يعني في الصالح ديالنا واخا ولكن ما كانش في الصالح ديالنا يعني شحال نقول لك يعني يخليو بنادم يعيشوا يعني يخليو بنادم يعيش يعني كما كانت شحال هذه شي اللي كاين وكنتمناو يصاوبوا لنا من مصانع هذا يعني المهم في فرص الشغل كاينه بطاله بزاف كنعانيو من بطاله يعني الناس اللي ما قاريين شي والناس اللي ما كملوش القرايه ديالهم كيعانيو من بطاله بزاف يعني ما كاينينش فرص الشغل يعني ما كاينينش المهم ما كاينينش المصانع بزاف اللي تخدم ما كاينينش يعني انا عارف يعني واحد المنطقه يعني مهمشه بزاف وبالنسبه للضوء يعني شحال نقول لك يعني الضوء يعني كاين شي بعض المناطق خارج باب برد يعني كاين اللي كيعانيو من 3 اشهر الضوء ما عندهمش واخا كيصاوبوا لهم يعني نهار يومين كيقطع يعني ما كاينش المسؤولين يعني ما قايمينش الواجب ديالهم يعني باخر يعني اللي كتصوت عليه ما كي يعني كيدوز اخر يعني كيدوز على الناس اللي البوبري هذا جامعه باب برد كتفتقر لمجموعه القطاعات اول قطاع القطاع البنيه التحتيه قطاع الصحه وقطاع ديال التعليم يعني كتفتقر مجموعه ديال القطاعات اللي مهمه منهم البنيه التحتيه كنشوفوا يعني البنيه التحتيه ما كايناش وصل للدواوير باقي الدواوير يعني كتعاني بزاف من ناحيه العطش من ناحيه الكهرباء من ناحيه ديال بزاف ديال الحاجات ما كاينش مستشفيات يعني الناس كتضرب الطريق طويله باش توصل المستشفيات كاينه الطريق ديال كاينه من ناحيه ديال العطش يعني الناس يعني باقي كيسعاني من ازمه ديال العطش والازمه ديال الكهرباء يعني كهرباء مره كاينه مره ما كايناش بحال التعليم ما كاينش يعني جامعات اللي قريبه يعني كيضطر الناس يعني يضرب واحد المسافه بعد اول حاجه ملي كيكون كيقرا هنا الابتدائي والاعدادي والثانوي كيضرب مسافه باش كيوصل يعني قربوا لهم الابتدائي شويه ولكن مازال الاعدادي والثانوي بعادين يعني مازال الناس يعني كتضرب طريق ومن ناحيه ملي كيشبر يعني التلميذ الشهاده ديالو كيضطر يمشي للجامعات فالجامعات كيضطر انه يمشي لطنجه يا لتطوان يا لمرتين يعني كاين مشكل خصاص كبير يعني وكنطالبوا يعني غير تحسن الوضعيه ومن ناحيه الشباب يعني الشباب اللي ما كيقراش يعني الاغلبيه كيكون اغلبيه ديال الوقت كيكون بيطالي يعني كاينين اوقات اللي كيخدم فيهم كاين اوقات يعني اللي ما كيخدمش فيهم يعني في فصل الشتاء يعني معروفه في باب برد اللي كتكون خدامه يعني الاغلبيه يعني بيطالي ما كاينش فرص شغل ما كاينش استثمارات يعني ما كاين والو